أبشركم بشرى. يقول صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ويقول الله عز وجل عندما أوحى إلى داود عليه السلام: يا داود، لو يعلم المدبرين عني كيف انتظاري لهم ورفقي إلى ترك معاصيهم لماتوا شوقا إلي ولتقطعت أوصالهم إلى محبتي. يا داود، هذه إرادتي في المدبرين عني، فكيف إرادتي في المقبلين إلي؟ فكيف إرادتي بالتي دمعت عيناهم من أجلي؟ فأحبتي في الله، هيا هيا يا إخواني في الله، الله كريم، الله عز وجل أحبتي في الله من أسمائه الرحيم، فهو يرحم الكافر ويجعله يتقلب في رحمة الله. الله عز وجل من أسمائه الرحيم أحبتي في الله فهو يرحمك. هيا أحبتي في الله، حقق هذا الاسم بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. الله عز وجل يقول: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا إلى الله توبة نصوحا، توبوا إلى الله توبة نصوحا، توبوا إلى الله توبة نصوحا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. إلهي، وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك دليل. إلهي، وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك دليل. فذنبي كبير وزادي قليل، فمنا علي بعفو جميل، فمنا علي بعفو جميل. إلهي، وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل. فذنبي كبير وزادي قليل، فمنا علي بعفو جميل، فمنا علي بعفو جميل. أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين.
أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين، وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليل. روحوا قلوبكم ساعة وساعة، ولتملأوا دروبكم سعادة وطاعة. روحوا قلوبكم ساعة وساعة، ولتملأوا دروبكم سعادة وطاعة. روحوا قلوبكم ساعة وساعة، ولتملأوا